اليوم الأول بالنسبة لشعبة الأدب والعلوم الإنسانية، نسجل بارتياح شديد الأجواء المسؤولة التي تمر فيها هذه الامتحانات، سواء على مستوى التنظيم، على مستوى تحلي أطر المراقبة بالانضباط والمسؤولية والحضور المبكر، أو على مستوى الكتابة التي جهزت القاعات بأكملها. نسجل أيضا حضور المترشحين بشكل مبكر إلى مركز الامتحان، وانطلقت الامتحانات في أجواء عادية بدعم من أطر الكتابة وبدعم من السيد الملاحظ المفتش إبراهيم شهيمي، الذين نشتغل جميعا في إطار من انسجام وتناسق بحكم طبيعة الامتحانات التي تتطلب نوع من الرؤية الاستباقية للأحداث. عندنا شعبة الآداب 28 مترشح متمدرسين، وشعبة العلوم الإنسانية عندنا 204 مترشحين أحرار، منهم 108 إناث و 98 ذكور، وامتحانات عموما تمر في أجواء جيدة تطبعها روح المسؤولية والانضباط وفق دليل المساطر وطبقا لما تتطلبه هذا الاستحقاق الوطني من تجند كل عناصر وفعاليات المنظومة التربوية من انضباط وتحمل وروح المسؤولية. من جهة أخرى لا يسعني سوى أن نشكر كل الذين الفعاليات خارج المؤسسة التي تجندت لإنجاح هذا الاستحقاق، سواء على مستوى السلطات الترابية أو على مستوى السلطات المحلية وأيضا السلطات الأمنية، سواء الأمن على مستوى خارج المؤسسة أو على مستوى الضابط الذي يرافقنا لجلب الامتحان على مستوى في الساعة 5 صباحا. والحمد لله نسجل بارتياح شديد التنظيم المحكم لامتحانات البكالوريا كعادة خلال السنوات الماضية.